أعزائي طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التربية الدينية هنتكلم مع بعض النهاردة في درس الإسلام يدعو إلى النظافة طيب في البداية كده بيقول إيه الإسلام دين طهر ونظافة يلي لقد أوجب الإسلام التطهر والوضوء والاستحمام والتطيب على كل مسلم ومسلمة وفرض الوضوء قبل كل صلاة معايا كده؟ كما هناك أيضا مقولة دائما تردد أن النظافة من الإيه؟ من الإيمان يبقى تاني كده الإسلام دين طهارة ودين نظافة، إزاي أو إيه الدليل على ذلك؟ أن الإسلام أوجب التطهر والوضوء والاستحمام والتطيب على كل مسلم ومسلمة، مش بس كده كمان أنه فرض الوضوء قبل كل إيه؟ قبل كل صلاة يبقى لو جه سؤال وقال لي الاسلام دين طهر ونظافه ناقش العباره السابقه مع الدليل هقول له ايه ان الاسلام اوجب التطهر والوضوء والاستحمام والتطيب على كل مسلم ومسلمه وفرض الوضوء قبل كل ايه قبل كل صلاه وده دليل على ذلك تعالوا كده نشوف الاوقات التي يستحب الاستحمام فيها ايه يا ترى هذه الاوقات اول حاجه عند القيام بمجهود عضلي عند القيام بمجهود عضلي تاني حاجة مزاولة نشاط رياضي تالت حاجة الف الفتاة في أثناء الحيض والمرأة في فترة النفاس رابع حاجة لإزالة العرق والتخلص من الروائح الكريهة يبقى الأوقات التي يستحب الاستحمام فيها للمسلم أربعة أول حاجة عند القيام بمجهود عضلي تاني حاجه مزاولة نشاط رياضي، تالت حاجه الفتاه في اثناء الحيض والمراه في فتره النفاس، رابع حاجه لازاله العرق والتخلص من الروائح الكريهه. طيب يا تري ايه هي اهميه النظافه؟ اول حاجه انها تكسب الجسم نشاط وحيويه وتعين الانسان علي اداء عمله رقم اتنين لها أثر بالغ في على العمل وزيادة الإنتاج رقم تلاتة تقي الجسم من الأمراض والعدوى خاصة الأمراض الإيه؟ الجلدية يبقى تاني إيه أهمية النظافة تكسب الجسم نشاط وحيوية وتعين الإنسان على أداء عمله لها أثر بالغ على العمل وزيادة الإنتاج تقي الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوى خاصة الأمراض الإيه؟ الجلدية تعالوا كده نشوف سؤال المتفوقين مع بعض، ما أهمية النظافة للإنسان؟ نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. دور النظافة في تحسين العلاقة بين المسلمين، هل النظافة مقتصرة على نظافة الوجه والكفين فقط؟ تعالوا نشوف إيه بقى النظافة ليست مقتصرة على الوجه أو الجسم أو اليدين أو القدمين وإنما تمتد النظافة إلى الملابس، المسكن، البيئة المحيطة يبقى النظافة تمتد إلى إيه؟ الملابس والمسكن والبيئة المحيطة فيكون المسلم طاهر البدن لا يتأذى الناس من رائحته لا ينفرون منه لا يبتعدون عنه لا تقتصر النظافه على الجسم فإلى ما تمتد يا ترى بتمتد إلى ايه؟ النظافه ليست مقتصره على الوجه والجسم واليدين والقدمين فتمتد إلى الملابس والمسكن والبيئه المحيطه. طيب تعالوا كده نشوف بعد كده دور الاسلام في الحث على النظافه ازاي الاسلام كان يحث على النظافه انه كره الاسلام ان ياكل المسلم ثوما او بصلا قبل الذهاب الى المسجد وكره الاسلام ان ياكل المسلم ثوما او بصلا قبل الذهاب الى الايه الى المسجد ليه؟ منعا للتنافر بين المسلمين حتى لا يكون هناك تنافر وتباعد بين المسلمين من هذه الرائحه الكريهه. طيب تعال كده نشوف سؤال متفوقين مع بعض السؤال بتاعي بيقول لي ايه؟ هناك علاقة وثيقة بين النظافة وزيادة الإنتاج. أسكن مثالا يؤكد هذه العلاقة. نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. بيقول لي حفّ النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على النظافة. فقال في الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال. رداً على الصحابي الذي قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. يعني جاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بسؤاله. فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميل يحب الجميل وبهذا اوضحنا لكم ان الاسلام دين طهر ونظافه والى لقاء اخر في درس جديد اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته